بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدينج. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع المحاضرة السادسة من كورس التحليل الفني والسيكولوجي. عنوان المحاضرة: التحليل النفسي للمتداول. كنا في المحاضرة السابقة قد طرحنا سؤال: أيهما أفضل للمتداول، التحليل الفني أم التحليل النفسي ولماذا؟ وكنا قد تكلمنا عن بعض مميزات التحليل الفني وعرفنا مدى أهميته بالنسبة للمتداول، على اعتبار أنه شيء أساسي لا يمكن للمتداول أن يستغني عنه، حيث لا بد له أن يتعلم التحليل الفني مهما كان الأسلوب الذي يريد اتباعه، سواء تعلم واحترف رسم خطوط الاتجاه أو الدعم والمقاومة. وأيا كان نوعية مدرسة التحليل التي سوف يستخدمها المتداول، سواء مدرسة التحليل الفني الحديث أو المدرسة الكلاسيكية وهي المدرسة الشائعة لدى الجميع، وهناك مدارس أخرى مختلفة لا يسعني الوقت للحديث عنها. في البداية يعتقد الكثير من المتداولين الجدد أن التداول سهل جدا وبسيط، وهتحط إيدك في البحر يا معلم تطلع فلوس، بحيث أن تعلم التحليل الفني فقط هو الذي من خلاله سيكون لديهم المقدرة على تحليل الشارت واستخراج نقاط دخول سواء بالبيع أو الشراء من أجل الحصول على صفقات ناجحة وجني الأرباح. هذا هو ما يعتقدوه المتداولين وخاصة المبتدئين منهم، مما يجعل الطبع يتسلل داخل قلوبهم ويتسلل داخل نفوسهم بكل بساطة وبكل سهولة، وفي النهاية يسبب لهم الكثير من الخسارة والألم النفسي والعاطفي. باختصار، ليس التحليل الفني فقط تعلمه هو الذي يحقق المكسب. مرة أخرى، التحليل الفني فقط تعلمه ليس هو فقط الذي يحقق المكسب، لكن أكيد دلوقتي هتسألني: أمال إيه اللي بيحقق المكسب يا مستر؟ كما تكلمنا من قبل أن السوق بيئة مختلفة تماما، سوق المال والأعمال والتجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس كالبيئة التي تعيش فيها، إنه مجتمع تاني خالص لا يصلح للجميع أن يعيشوا فيه، كما أن السمك لا يصلح أن يعيش خارج المياه، فإن هذه البيئة ليس لكل أحد يمكنه العيش فيها. السوق مش أي حد يعيش ويتعايش فيه، السوق مش أي حد يمكنه التأقلم عليه. طيب، مطلوب من سيادتك إيه عشان تنجح في هذه البيئة؟ مطلوب من حضرتك إنك تفهم مجموعة من النقاط المهمة التي يمكنك من خلالها صنع النجاح وعمل الربح الذي تحلم به. تعرف على نفسك في الماضي حتى تستطيع أن تغيرها في الحاضر. يعني لو أنت طماع، عود نفسك على القناعة. لو إيدك سايبة وما عندكش إدارة مالية، اتعلم تعمل لنفسك إدارة مالية. لو أنت سريع الغضب، اتعلم يبقى عندك اتزان انفعالي. لو أنت متهور وبتاخد قرارات بسرعة، خليك عاقل وراسي وما تاخدش قرار إلا بعد دراسة وبحث واطلاع إلى آخر هذه الأمور التي يجب عليك فعلها حتى تستطيع التأقلم والتعايش
مع بيئة التداول. لو أنت بجد عايز تدخل المجال ده وتستمر فيه وتنجح، حاول تغير من نفسك كتير، لا تكن من 90% الذين يخسرون أموالهم في عالم التداول، لأنهم ليس لديهم القدرة على التحكم في أنفسهم، ويتعرضون لمجموعة كبيرة من الأخطاء تجعلهم خاسرين باستمرار. أهم حاجة اكتشف الأخطاء، فإن اكتشاف الأخطاء والاعتراف بها فيه جزء كبير جدا من أجل حل هذه المشكلة. اكتشف الخطأ واعترف به، هتقدر تعالجه إن شاء الله. ولكن كيف نتعرف على أغلب الأخطاء الشائعة، وكيف يمكن علاج هذه الأخطاء وتحقيق الانضباط اللازم من أجل تحقيق المكسب؟ هذا ما سنعرفه في المحاضرة القادمة بإذن الله. لكم خالص تحياتي، وفي النهاية أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.